حول المرحلة القادمة تتعلق بالمرحلة الحالية الآن، متظاهرين مطالبهم جدا واضحة وجلية، انتخابات مبكرة، اختيار شخصية مستقلة، تعديل الدستور، تعديل قانون الانتخابات اللي شرعنا بالتعديل رغم بعض الملاحظات عليه لكن المستقبل ممكن تلافيها، انتخابات مبكرة نزيهة، هذا هو مطالبنا. اليوم ما يدور من أحداث غامضة، شقتها الولايات المتحدة الأمريكية بقصفها، الاختراقها من جديد سيادة العراق، يؤكد على تمسكنا لابد أن تكون شخصية مستقلة وطنية عادلة من رحم المعاناة، ونحاول جهد الإمكان أن نسارع من تشكيل الحكومة الوطنية القادمة بانتخابات مبكرة، نزيح كل هذا الظلام على العراق، نفتت كل هذه القوى الفاسدة. كذلك اليوم أنا أتهم البرلمان الحكومة العراقية بضعفها، عجزها عن طرد القوات الأمريكية أو الإيرانية من العراق، عجزها من وجه صورة مشرقة العراق، ومع الأسف الشديد إحنا اليوم نعاني من هذا الشيء، لكن المستقبل قريب ليس الوقت بعيد، سنحر العراق من كل ما يشوبه ويشوب إلى سمعته. كل أبناء الشعب العراقي، كل محافظاتنا ينتظرون الاستقرار، وأنا من خلال قناة الموصلية الشعب العراقي بشبابه وبشاباته وبكباره وبشيوخه وبكل الأكاديميين وشرائح المجتمع حريصين على أن ما يكون فراغ دستوري. إن شاء الله إحنا مطلعين للسنة الجديدة، وكنا أمل إن شاء الله الشعب العراقي يختار الشخصية المحترمة والوطنية وبعيد عن الأحزاب. شعب صار له ويا اليوم 96 يوم على عمر الثورة، وبال 67 يوم على من يوم 25 لحد الآن، مطالبنا ثابتة إنه شخصية وطنية جنسية واحدة عراقية من أبوين عراقيين، ما كان بدرجة مدير عام أو وزير يجي، وما شاء الله الوطن ولاد بهاي الكفاءات، يدخلون يروحون وزارة التخطيط يطلعون آلاف الكفاءات والمستقلين. اليوم حقيقة نحن متواجدين هنا في ساحة التحرير قلب العاصمة بغداد، في قلب التظاهرات. اليوم طموح المتظاهر وطموح المواطن العراقي باستقلالية حكومة مستقلة، رئيس وزراء مستقل، رئيس وزراء تكنوقراط، رئيس وزراء يخدم العراق. نريد حقيقة مطالب الجماهير الأولى والأخيرة، نريد حكومة رئاسية، حكومة ليس خاضعة للأحزاب ولا التكتلات السياسية. الثورة في ساحة التحرير وفي المحافظات العراقية مستمرة، وإن شاء الله لم تنتهي إلا لتحقيق وإرادة مطالب الجماهير العراقية وجماهير المنتفضة.